تستهدف المملكة تطوير العديد من المجالات، ومن أهمها بناء قطاع صناعات عسكرية، هدف تعزيز أمن المملكة واستقلاليتها الاستراتيجية، وتقديم مساهمات اقتصادية واجتماعية كثيرة. مملكتنا اليوم تصنع أقل من 5% من احتياجاتها العسكرية، بينما تعد المملكة ثالث أكبر منفق على العتاد العسكري في العالم. هذه فجوة كبيرة رصدتها الرؤية، ووضعت هدف توطين 50% من إنفاقنا العسكري خلال العقد القادم. لتحقيق هالغاية، أسست القيادة الرشيدة الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون الجهة المسؤولة عن تنظيم وترخيص وتمكين الصناعات العسكرية المحلية. ومن المتوقع ينتج عن هذا القطاع 40,000 فرصة عمل مباشرة لشبابنا وبناتنا السعوديين، وأن يساهم بشكل مباشر بإضافة 90 مليار ريال سعودي إلى ناتجنا المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول 2030. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.